اول حاجه عندنا قبل ما نبدا في الفاريبلز والداتا تايبس، عايزين نعرف ان احنا لو عايزين نطبع اي حاجه في الكونسول اسمه كونسول، لو احنا عايزين نطبع اي حاجه نكتب برنت ال ان اللي هي برنت لاين، يعني اعمل لي برنت وسيب سط، بنكتب بين اتنين ابوسترفز او ما بين اتنين كوتيشنز اللي احنا عايزينه، فبنكتب مثلا هلو وبنعمل رن. المفروض لما هناخد البيلت ان فانكشنز هناخد البرنت لين او البرنت لاين، بس احنا قلنا نقولها الاول عشان هنستخدمها كتير قبل ما نوصل للفانكشنز. نفس البرنت لاين دي ممكن نكتب برنت بس دي ما بتسيبش سطر، بمعنى انا لو كتبت هنا هلو عملت تاني برنت وكتبت مثلا محمد، هنلاقي ان اول هلو دي بعديها سطر، لكن الهلو ومحمد بعد كده هنلاقي مفيش بينهم سطر زي ما احنا شايفين كده، هنلاقيهم داخلين في بعض. فكنا بس اول حاجه هنبدا بيها البرنت لاين دي والبرنت اللي هم جزء من البيلت ان فانكشنز، حبينا بس نقولهم الاول عشان نستخدمهم قبل ما نشرح الفانكشنز.